تأتي هذه الألحان والكلمات من قصيدة كتبها في ثلاثينات القرن الماضي الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي، لتكون النشيد الرسمي الوطني بعد أن أضيف إليه بيتان شعريان للشاعر أبو القاسم الشابي ولحنه أحمد خير الدين، واعتمد رسميا كنشيد وطني في 12 من نوفمبر 1987 عوضا عن آلاء خليدي. النشيد الوطني التونسي رمز من رموز البلاد، يقع إعادة تسجيله من قبل عازفي الفرقة العسكرية في رحاب الإذاعة الوطنية. حاولنا باش نسجلوا النشيد الرسمي بنسخة جديدة، ونسخة يعني من طراز عالي، يعني من ناحية تقنيات الصوت، من ناحية التقنيات الموسيقية، وحبينا نعملوا نسخة جديدة باش النسخة دي إن شاء الله بقدرة ربي بتشرفنا في المحافل الدولية. وسجلنا لايف، وسجلنا بعد ملتي تراك، اللي هو ملتي تراك يعني كل آلة تسجلت وحدها، وبعد وقع لو تريتمون سكون أبيل لو تريتمون ميوزيكال، اللي هو تصليح الآلات الموسيقية باش يكونوا الكل في مستوى موسيقي نظيف برشا. إعادة تسجيل النشيد الوطني في استوديو الإذاعة الوطنية كان ببادرة خاصة دعمتها الفرقة الموسيقية العسكرية حتى يكون النشيد في نسخة تتماشى مع التطور التقني. تم إنجاز شريط حول يعني وثائقي إذاعي حول النشيد الوطني أثناء عملية العمل الصحفي. كانت المبادرة وتولدت الفكرة، احتضنها مشكورين محسن الماطري وسي محمود البصلي، بعد ما اهدينا المستمعين في عيد الاستقلال حكاية النشيد الوطني، في عيد الجمهورية نهديوه النشيد الوطني في تسجيل جديد مواكب العصر. للوطن رموز تميزه، العلم وشعار الجمهورية والنشيد الوطني، المقطوعة الموسيقية التي تلقن للصغار ويحفظها الكبار ليصدح بها في كل المناسبات الوطنية وحتى الرياضية والفنية، يلتقي عنده كل التونسيين رغم الاختلاف، الجامع والموحد النشيد الوطني التونسي.